أقول يا الشوق، البيت تراه ما يسعني ويسعج، يا تطلعين يا أطلع. ما تنسين أنا حرمة الشيخ. وين هج؟ وين أروح؟ الديرة يا كبرها، هالحين أخلي الرعيان يبنولك خربوش. خربوش؟ إيه خربوش. تدري المها عندك فيهيم، وشورج كان شور زين يوم قلتي نبني خربوش الشوق بعيد عنا. اي الشيخ هيج اريح لراسنا واقدر اقعد معك خلاوي مثل اي رجل وحرمته. ايه بالعود انك تقولين الصحيح. وش بلاك؟ ذكري يوم قلتي لي اللي ما تستحي على وجهك؟ ايه واعطيتني خماسي، وش تريد بعد؟ اكرهك لانك حاطه خشومك بالسمه. ابوي شيخ واخوي شيخ، ليه ما اشوف حالي فوق الخلق؟ انا اختك يا متعب، حاطني بخربوش باطراف الديره، اخاف عابر سبيلي مر يختلي بي وما اعرف ادافع عن نفسي. اي لا تكوني أول واحدة ولا آخر واحدة. تريدنا نرحل من ديرتك ما يخالف، لكن نرحل بناقتنا وبخيلنا. خلوني بلاي ناقة بلاي ركوبة ماشي على رجولكم. ناقة ناقتنا والخيل خيلنا. أريد أسترخص منك، أريد أروح أقعد يم الحنين. وإيش دكستين تقعدين؟ قوم ونوم وحوم؟ إيه. شلون تقعدين يم رجل غريب وما هو متزوج بعد؟ غريب؟ تسمي بنديرتي غريب؟ وعابر السبيل وش تقول عليه؟ عناد بن ديرتي، ولو كان يريد مني شيء كان خذها مني على اطراف الديره وغصب عني. شوف عرق الحياطاك برقبتك، هو الخربوش وما في غيره، ولو شفتك باي مكان ثاني اكسر رجولك اكسرها فعل. مو قول أقدر أصبر يا شيخ،
عقلي متوجس. العجلة من الشيطان. البنية بنية شيخ وأخوها شيخ معززة مكرمة عند أهلها. أنا بقول نصبر قطة أيام. زين يا شيخ، أنا باتشر مع فشت الضوء سبككم، وانتم تعالوا براحتكم. ما يخالف. بسم الله عليك، بسم الله عليك، بسم الله عليك. الحين قولي لي، ما عرفتي من هو ملعون الوالدين راعي الردية؟ لا، كان ملثم. وين عناد؟ أريد أعلمه بروحي، أريد أتجوزه.